القرية المسنى التابعة لمديرية الحالي بمدينة الحديدة. هذه القرية المنكوبة جعلت منها الميليشيات الحوثية مستنقع بارود وحقل ألغام. العشرات من الضحايا المدنيين من أبناء هذه القرية سقطوا نتيجة هذه الألغام التي يمتلئ بها باطن الأرض، وكثفت العصابة الإجرامية من زراعتها في المنازل والمزارع والطرقات في استهداف واضح وممنهج لسكان هذه القرية الذين يتعرضون لإبادة وحشية نتيجة هذه الأفخاخ القاتلة. في البداية احنا نزحنا ورجعنا وعدنا والمنازل كاملا ممتلئة بالألغام، والنازحون ما زالوا يتوافدون إلى منازلهم، لذلك نريد تكثيف الفرق الميدانية لإزالة هذه الألغام. هذا ما نعاني منه، ونكرر بإنشاء الوحدة الصحية أو المركز الصحي داخل المنطقة. ما نعاني فيه في منطقة البسناء من ألغام وقذائف تستهدف المدنيين من ميليشيات الحوثي الإيرانية التي استهدفت أبنائنا وأبناء المنطقة. كم من ضحايا من المدنيين من الألغام والقذائف، وأنا أطالب وأناشد الأمم المتحدة الضغط على الميليشيات الحوثية الانسحاب فورا. قناة اليمن اليوم زارت قرية المسنى واطلعت على حجم الكارثة الإنسانية التي تعرضت لها القرية، لكن السكان نصحوا طاقم القناة بعدم التوقل في القرية التي لا تزال مساكنها وطرقها حبلى بالألغام التي فقدوا معظم السكان هنا أطرافهم بسببها. زرعوا الحوثيين الألغام في المزارع وفي الطرقات للمواطنين، كم لا ضحايا وكم لا ناس راحوا في هذه الألغام. أنت تلغم لأهلك، لأصحابك، لأولادك، لأخوك، لأبوك، لأمك، فأنت لمن تلغم؟ تلغم هل للعدو؟ ما أي عدو الذي غازلك يا حوثي؟ أي عدو الذي غازلك؟ الذي أنت تلغم أنا أخي من ضحية الألغام، فهو قائمة البيت. فلم أستطيع أن أنطق الكلام إنه، فغير الأخوان الذي راحوا من قبل، فغير الشباب الذي راحوا من أول، فكم من هذه المنطقة أصبحوا كم من الشهداء من سن الأطفال. رغم الجهود الكبيرة والمتواصلة من قبل الفرق الهندسية التابعة للمقاومة المشتركة التي تقوم بها لتفكيك ونزع شبكات الألغام والعبوات الناسفة، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى المزيد من الوقت والجهد والإمكانيات، حيث أن الميليشيات الحوثية لم تترك شيئا في هذه القرية كغيرها من القرى والمناطق والأحياء السكنية في الساحل الغربي إلا وفخختها قبل دحرها منها. ولا يكاد يمر يوم دون سقوط ضحايا في صفوف المدنيين معظمهم من النساء والأطفال. قرية المسنى التابعة لمديرية الحالي بمدينة الحديدة قرية منكوبة نتيجة الألغام التي كثفت من زراعتها الميليشيات الحوثية في هذه القرية، وسقط جراء ذلك العديد من الضحايا بينهم نساء وأطفال. من مدينة الحديدة، شرف الشمري، اليمن اليوم.